النهاردة أي حاجة من غيره ما تنفعش، يشوف الحق يقول إزاي أنا عنه ما ترفعش، وفي الباطل دايما يرفض كلمة معلش. رحبوا معايا بالمحامي نبيه الوحش. اهلا بيك يا فندم. منورنا يا استاذ نبيه. ربنا يخليك. ايه ده، في ايه خير؟ هيكون ده انت في اول يعني. ما قعدت رحت مطلع الورق. هيكون في ايه غير قضايا؟ قضايا؟ يعني مش اسمي مش مكتوب يعني؟ لا، ما انت مش تبع الحكومه. انا عايز اعرف الوحش دي اسم يعني فني ولا هو اسم الحقيقي؟ لا، لقب العيله. لقب العيله. انت ما حبيتش تغيره مثلا عشان يعني يبقى اسم يعني ما يخوفش الناس قوي؟ ما هو ما لازم يخوف الناس، عشان طالما في الحق لازم يخافوا. اسم على مسمى. حضرتك عملت كتاب اسمه طرائف القضايا. ايوه. ده امتى حضرتك عملت الكتاب ده؟ من سنتين. طب الكتاب ده بيتكلم عن طرائف القضايا فعلا؟ والله فيها قضايا محلية وفيها قضايا بس حاجات خفيفة يعني، وفيها قضايا دولية وفيها قضايا عالمية. بتغير من الجاموسة؟ انا اللي بغير؟ انا بسألك. لا، ده دي كان محل قضية طلاق برضو. واحدة ست زهقت منه لما لقته بيحب الجاموس اكتر منها، ف رفعت قضية طلاق. فالراجل القاضي كان راجل حكيم، فعايز ينظر الجلسة سرية عشان فيها حاجة. بس ثانية واحدة، هي عرفت منين ان هو بيحب الجاموسي اكتر ما بيحبه؟ ما هو ما انت لو سمعتي هتعرفي كان بيحبها ازاي. انا اسف على المقاطعه، اتفضل. موضوع الجاموسه ده كان محل قضيه طلاق منظوره، واثناء نظر الدعوه القاضي كان عايز ينظر الجلسه في جلسه سريه، الدعوه في جلسه سريه. فقالت له لا، لازم تتنظر على الملأ وفي جلسه علنيه عشان الناس تعرف انه كان بيعاملني معامله سيئه ازاي. فنظرها في جلسة وقال له يا راجل انت ايه القصة دي؟ فالمحامي بتاعه قاعد يترافع وقال له ده هو اهملها وعملها معاملة سيئة، وكان بيضربها لو هي اهملت في اكل وشرب وتنظيف مكان الجاموسة. فالراجل الزوج قال له ايوه فعلا يا بيه انا بحبها اكتر منها، بس انا بحب مراتي برضو لانه دي مصدر رزقي ومصدر سعادتي، وانا بنام جنب الجاموسه السبع ايام عشان ما حدش يسرقها. فالقاضي قال له لا، اعدل بينك وبين الجاموسه، اعدل بين مراتك وبين الجاموسه. بس قصه غريبه شويه يا استاذ نبيل. انت ما هي دي ما هي طرق ما هي دي بتبقى من طرف القضايا ازاي؟ صح، بس انا حسها طريفه زياده عن اللزوم. والله ده واقع حصل. حصل؟ واقع. طب يعني مفيش اي حاجه من القضايا المكتوبه دي من وحي الخيال ده كله؟ لا 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 لا, لا. كل القضايا الكتاب اللي تضمنها الكتاب بتاع طرف القضايا واقع حصل. يعني اصل حضرتك يعني اسم حضرتك وحضرتك والناس الفكره اللي واخدينها عنك فعلا فكره وحشانيه جدا. عمري حد تجرأ وضحك عليك او بمعنى اخر ما ادكش الاتعاب بتاعتك؟ لا، هو في مره واحد بس كان اتاخر في الاتعاب شويه. اوكي. وبعدين كل ما اقول له هات الاتعاب يقول لي انا لسه معايا شويه خرفان لسه ما بعتهمش. يا عم هات الاتعاب. لا، ما لسه ما بعتش الخرفان. فانا زهقت منه، رحت طالع للمكان اللي فيها الخرفان بقول له هات الفلوس، قال لي الخرفان قدامك لسه ما بعتهاش. كان معايا وكيل المكتب بتاعي، رحنا مكتفين خروفين وحاطينهم في شنطه العربيه. وبعدين نزلنا بيهم، كان حظنا انه هي موافق عيد الاضحى. خدت اتعبك. بعت خروف وضحيت بخروف. بعديها بشهر اللي فوجئت في المحكمة الراجل ده نفسه متهم في قضية سرقة خرفان. فعملتها في طرائف القضايا الاتعاب خروف مسروق. طب وكلام في العظم؟
كلمات في العظم دي مقالات متنوعة، عبارة عن مقالات سياسية واجتماعية وفنية. لما تقولينا كلمتين في العظم كده. لا يعني مثلا كنا عاملين مقال عن طزة كدابة على الفنانات، الواحدة فيهم تبقى من حواري باب الشعرية ومن حواري الزاوية وتقول لك أنا بنت باشا. طب بخلي يعني عايزة كده تحس بنفسها شوية. يعني في فنانة كانت راقصة مشهورة. أيوه. كانت أصلا خدامة في بني سويف، ولدرجة إن وصلت في أواخر أيامها لعشيقة الملك فاروق. وأول حرف من اسمها سين. خلاص بقى سين. مش عايزين نعرف، مش عايزين نعرف. بس ف طب انت المواضيع دي تشغلك في ايه؟ يعني انت مثلا بغض النظر عن الشخصيه اللي انت بتتكلم عنها، شخصيه زي الراقصه دي او الفنانه دي، انها كانت هي يعني وليه ما يطلعوش وليه ما يطلع ما ايه؟ انا ما بكلمش او ما كسبتش، احنا ملناش علاقه بماضيها، هي ليه ما تقولش الحقيقه؟ بالعكس ده ممكن الحقيقه نحترمها فيها اكتر لو هي عصاميه. طب مين بيعجبك مين بيعجبك من الفنانين؟ انا اغلبهم اصدقائي، يعني احمد بدير ده عشقي، احمد ماهر توامي، جلال الشرقاوي اللي عمل المسرح الحديث المسرح السياسي، وكان اجرأ فنان مسرحي قدم مسرح سياسي، وللاسف بيحاربوه عشان قدم مسرح سياسي، وعلى فكره انا هقف معاه قلبا وقالبا ضد اي شخصيه تمس جلال الشرقاوي مهما كانت صفته ومهما كانت. تحيه كبيره جدا للفنان جلال الشرقاوي. طب احمد زكي الله يرحمه. طبعا عشقي، يعني احمد زكي فنان من ضفر رجله شعر راسه طبعا، وانا من حبي لاحمد زكي عامل جمعيه اسمها جمعيه احباء احمد زكي، ده فنان لانه اللي قدم حاجات يعني شوفيه في البلبواه بتقولي البلبواه، شوفيه في السادات تقولي السادات، انما الرقاصين اللي بيلبسوا الكايبوي دول ويشتغلوا على الجنس وعلى ده ما ينفعوش، الفن المبتذل احنا ضده، الفن اللي ما يقدمش رسالة احنا ضده. صح. الفن بيعكس حضارات امم من زمان، وبعدين مصر دي اصلا كانت هي اصلا اساس الفن. طب سيد نكسة خد براءة ليه يعني؟ لا ده سيد نكسة ده كان ليه قصة، هو اصلا مشؤوم لانه اسمه من ده ولد متهم كان في قضية ضرب. ضرب ايه؟ ده خناقة يعني. وبعدين جه كل ما يقابله الولد اللي ضربه يقول له يا نكسة يا نكسة. الواد اللي سيد ضربه سماه نكسه. لا هو اصلا مواليد 67، 5 يونيو 67، فمن حظه العاسر انه حتى لما جه يوم المحكمه كان الرول بتاعه 67 ورقم القضيه 67، فالقاضي ضحك قال له ده انت ما فيش حاجه فيك مش نكسه، يعني انت زعلان اللي الراجل بيقول لك يا نكسه. كان في محكمه 100 مسا قاعد قدامي راجل لكن دمه حامي، نورنا النهارده الاستاذ نبيل الوحش المحامي. شكرا استاذ نبيل، نورتنا تكلفه كبيره جدا الاستاذ نبيل. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. يا مساء من العنوسة حصة بتشتكي، أهلها بيطلبوا مهر وتصرخ البت يا لهوي فين شبكتي، يا حلوة لو تعرفي إنك بكده جنب أمك هتتثبتي. رحبوا معايا بحصة من الكويت. أهلا يا حصة منورانا. هلا هلا غلا بيتش اخت مايس، حياك الله. انا بس عايز اعرف انت ليكي رأي في موضوع غلاء المهور والشبكة يعني بمعنى صح؟ اي والله صراحة انا ابغى اقول ان هذه الظاهرة مو حلوة ابدا، يعني اختي ماذا رأي اختي؟ ماذا رأي؟ ليش يعتبرون البنت سلعة؟ ليش؟ السلعة ليش؟ تباع لمن يدفع اكثر؟ لا هذه ظاهره ما هي صحيه ابدا، اهم شيء الاخلاق، الاخلاق اهم شيء الاخلاق. ليش يطفشون الشباب من الزواج؟ من وين الشاب راح يسوي كل هذه الطلبات؟ شيء ما هو معقول ابدا ابدا.
والله عندك حق يا حصة، عين العقل اللي انت بتقوليه ده. مظبوط، كما تدين تدان. واهم شيء في البنت ترى هو التواضع، التواضع وعدم حب المظاهر. والزواج يا اختي في الاول وفي الاخر ما هو نزهة، الزواج حياة كاملة، اهم شيء فيه التفاهم، وكل طرف يراعي ظروف الطرف الاخر. طب انا عايز اسالك بقى دلوقتي، انت ايه اللي شايفاه العروسة لازم تستغنى عنه عشان تسهل الموضوع على عريسها؟ يعني هم الاهل تشقوا الكيس، تشقوا الكيس بالمصري يعني قطعوا الكيس، شقوه يعني قطعوه، وهذا معناهم يعني انهم بالغوا في الطلبات. فانا اقول انه يعني هناك طلبات كثير ممكن نستغنى عنها، بداية من المسكن مثلا. المسكن ما هو ضروري ابدا يكون قصر او فيلا ثلاث ادوار، يكفي جدا جدا تكون دوبلكس صغيرة مساحتها لا تتعدى 600 متر. نعم يا حصة، 600 متر؟ ده انت يعني جاي على نفسك قوي 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 كده ليه يعني؟ ايه شفتي، 600 متر لكل طابق، فوق 600 وتحت 600، ما في احلى من التواضع. 600 فوق و600 تحت. يا لهوي يا حصة، يا حصة ده لسه في شبكة بالراحة شوية يعني. ما في داعي للشبكة، شبكة ما في داعي، شبكة هذا الشيء بيكون دائما مبالغ فيها، خصوصا انه العروس لما يكون يجي لها هدايا كثيرة مرة يكفيها يعني شبكة، يعني يكفيها طقم واحد ذهب ابيض بسيط. ايه اي كلام جميل، بالضبط كده، طقم ابيض واحد بسيط. ايوه وست اطقم الماس وست اطقم ذهب اصفر وساعة كشخة للزيارات وست اساور، واذا يعني قدر يزيد عن هاي الشبكة يزيد، ما قدر كافي. لا طبعا كافي، طبعا طبعا، يا دوبك انت ما قلتيش حاجه خالص يا حصه بصراحه، انت معتدله معتدله معتدله. طبعا ايش دعوه، لازم نراعي ظروف الشباب ونشجعهم على الزواج. ايش دعوه، ايش دعوه فعلا. طيب يا نهار ابيض، طب بالنسبه للفرح يا حصه؟ ما في داعي، ما في داعي ابدا لحفل كبير يكلف ملايين، هذا احنا نقول عليه تبذير، لكن الاهل يبون يفرحون، يعني كافي حفل عرس 1 أو 2 مليون ما يزيد. انا لا احب المبالغات. يما قلبي يا حصه، قلبي يما ربنا يكملك بعقلك يا حصه. قولي انت ما شاء الله بتفاجئينا بحكمك. طيب هقول لك ايه يا حصه، ده انت يعني، طب بالنسبه للعفش؟ ايه سؤالك جميل. بالنسبه للاثاث والاجهزه المنزليه مو ضروري ابدا ابدا يعني نتطلب كثيرا ونطلب السفره من اسبانيا وحجه النوم فرنسا والاجهزه من اليابان، هذا كثير، يكفي كل يجي من ايطاليا مرة واحدة، تكلفة شحن بسيطة من بلد واحد، هذا كافي. ويعني ايوه كده يا حصة، ايوه كده يا حصة، ابتديتي كده تقولي كلام سليم. ما تجيبوش اي حاجة من ما تنطوروش الحكاية، هي من بلد واحدة بس، قالت لك ايطاليا. ما نشق الكيس. شفتوا؟ كلكوا كده هتتجوزوا باقل التكاليف. ايش دعوه، ما تشجوا تشيس. مشاهدينا اقعدوا تاخدوا بنصيحه حصه هتودينا في داهيه. وصلنا لنهايه حلقتنا للنهارده مشاهدينا، ما تبعدوش عني وما تغيبوش كتير، هتوحشوني ما تنسونيش عشان انا مش هنساكم، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.